يستخدم أكثر من 520 مليون صينياً هواتفهم النقال لدفع فواتيرهم عبر الإنترنت بحسب تقرير لشركة أنت فاينانشال للدفع عبر الإنترنت التابعة لشركة علي بابا. وبحسب بنك الشعب الصيني فإن البنوك الصينية عالجت 8 مليارات و600 مليون عملية دفع عبر الأجهزة المحمولة في الربع الثاني من العام الجاري بزيادة قدرها 40.5% على أساس سنوي.